Today I have a guest, a very important person for the history of Orascom, engineer Mohamed Ragab. He is our senior director, vice president, construction of Muria. Sir, can you tell us something about yourself, please? أنا القاهري، تولدت من مواليد القاهرة. ابتديت حياتي العملية في السعودية. اشتغلت في السعودية حوالي 10 سنين ونص مع أكبر شركة مقاولات هناك. بعد كده نزلت مصر، اشتغلت في شركة برضو كبيرة قوي. بعدين اشتغلت في أوراسكوم الصناعية، شركة والد مهندس سميح اللي هو أنسي بي ساويرس. وبعدها اشتغلت مع المهندس سميح في جزيرة السودة، ثم في الإدارة العامة، ثم إلى الموقع مرة أخرى. عملت كان لي الحظ إن أنا أشارك في إنشاء حوالي 1200 غرفة تقريبا دلوقتي، وبعض الآلاف من الوحدات الريال استيت. وأنا محظوظ في كل حياتي بالنسبة للمهنة الهندسة، يعني بالنسبة لمهنتي، لأني تقريبا اشتغلت في كل أفرع الهندسة المدنية، وختمت بشغل الفنادق وقد ايه الصنعه اللي موجوده فيها كان ضروري ان انا لازم اكتسبها في حياتي العمليه. والحمد لله انا محظوظ كمان اني اشتغلت مع المهندس سميح ساويرس في اخر رحله، وهي رحله طويله قوي. انا بقى لي مع المهندس سميح قرابه 15 سنه. Since 8 years we know each other, we made so many projects together with your support. I know how fast and accurate you are. And now we are sitting in front of our latest project. How many months or years you needed to finish the last hotel? 12 شهر فقط عملنا المرحلة الأخيرة من الفندق، شامل اللاندسكيب وكده. لكن احنا كل مره بعمل شغل كان لازم احط حاجه ليا انا تساعدني على المتعه في العمل، يعني تعمل لي نوع من انواع الشغف في الشغل. فالحاجه الوحيده اللي كنت اقدر اعملها ايه؟ هي ان انا كل وقت نجحت فيه قبل كده اكسره تاني. يعني لو انا عملت حاجه في سنه ونص احب اعملها تاني مره في سنه وثلاث اشهر، احب اعملها المره الثالثه في سنة. برضو أنا ما بحبش أبني بنفس الطريقة، كل مرة ببني بطريقة مختلفة وبكون أفضل في الوقت والتكلفة عن المشاريع اللي قبلها. As you know, you built, you delivered to us and we filled the hotel from day one and we continue to fill as it is. What do you think our company will instruct you to build further to finish to 400 rooms hotel? So will we continue to build this hotel? Now I, hope to continue this hotel. يعني خاصة في هذه الفترة العديد من الأسواق بتاعت السياحة في العالم وقعت، والحمد لله السوق في عمان بتاع السياحة بيتمتع باستقرار وأمان. فبالتالي أنا شايف إنها فترة ذهبية ان يبقى المهندس سميح يمتلك عدد اكبر من الغرف، ان الشريك العماني في البلد هنا يتحرك انه يزود اكبر عدد من الغرف، لان دي كلها فايده كبيره لي. اعتقد ان عمان عندها فرصه ذهبيه جدا لتستقبل تكون سفير لمنطقه الشرق الاوسط بالنسبه لاهل الغرب، يعني فهيكون سفير كويس. يعني About the challenges of construction, when I compare the prices, they are far more expensive compared to Turkey, Egypt, and there are several challenges. What kind of challenges you face to construct in Oman? التكاليف يمكن تكاليف بتزيد بنسبة 10% 12% في عمان، نظرا لوجود ان العامل اللي موجود في عمان عامل مستورد، ما هوش عامل المهني بالذات، يعني اللي بيشتغل بإيديه بيكلف اكتر. بس I know also you are using several subcontractors to support your construction. Are they experienced enough to support you?
انا دايما طبعا احنا في عمان هنا في البلد لما بنيجي نشتغل احنا جايين عشان نفيد اهل المنطقه، يعني المكان نفسه لازم يستفيد، فدايما بنعتمد على الشركات الصغيره والشركات المتوسطه. And I see we resumed to construct again in Soda Island. Where we are and when do you plan to finish it? مشروع السودا ده انا شايف ان هو من اجمل واعظم المشاريع انا هبص لها من كذا زاويه. من ناحيه الانشاءات هو من اصعب المشاريع اللي ممكن تتعمل، انك تعمل في جزيره تبعد عن اقرب منطقه، اقرب ارض حوالي 80 كيلو هي منطقه حاسك، ومن حاسك لاقرب مدينه فيها تجاره زي صلاله حوالي 200 كيلو، فده في حد ذاته انك انت تعمل مشروع في منطقه زي دي ده نوع كبير جدا من التحدي. بالاضافه لانك انت لما هتشتغل في جزيره السودا فانت بتخلق حياه لجزيره مجاوره بيسكنها حوالي 500 600 نسمه اللي هم اهل الحلانيات. فهذا المشروع انشاؤه مفيد لاهل البلد بنسبه كبيره جدا جدا، تحقيقا لتحديات كبيره جدا جدا بالنسبه للمهندس سميح. وبالنسبه لي انا بقى كانشاء بعشق التحدي، يعني بعشق الصعوبات وبعشق اللحظات اللي بقدر ازللها فيها، وان انا اشوف الغير بعد كده الارض اللي ما كانش حد بيستخدمها الناس بتبقى فيها سعيده. You have, as you mentioned before, you have also experience from Saudi Arabia, and as we know, Engineer Sami Saviris plans to invest in Jeddah. What do you think about the developments in Saudi Arabia and on Orascom project there? السعودية في المرحلة الأخيرة أو في السنوات الأخيرة بعد التغيير الكبير اللي حصل ده، لا هي أرض خصبة للسياح. أتوقع النجاح الكبير جدا للمهندس سميح على هذه المنطقه. ليه بقى؟ اولا انه هينشئ منشات سياحيه ما فيش حد اعتقد في العالم عنده نفس الخبره بتاعت المهندس سميح، خبره عاليه جدا، فهو هيبني شيء جديد على ارض جديده وهو متمتع بالخبر. المنطقه هناك هتبقى جاذبه، وفي نفس الوقت بتقول للعالم كله ان فكره المهندس سميح في انشاء الجونه واللي احنا تقريبا بنعمل شبهها هنا في صلاله، وانها معموله في هتتعمل ان شاء الله في السعوديه وهتنجح، ما هي الا فكره حد عبقري، يعني حد مبدع اختار سيستم وحاليا العالم كله بيدور عليه، وده شيء كويس طبعا. يعني النجاح 100% هيحصل. My next question is, you are a hardworking person, and when you promise a time and you obey and you finish on time, what are your working principles? الأسس اللي ببني عليها المواعيد بتبقى أسس راجعة كتير قوي لخبراتي في الإنشاء والدعم الحقيقي اللي موجود، ان يعني انا فلوس اللي بشتغل بيها هنا هي جميعا متوفره ما فيهاش بيحصلش شورت. فهو لو الواحد بيحدد ميعاد وبينهي على ميعاد ده مش شطاره منه لوحده، شطاره من الاداره اللي شغاله معاه انها بتساعده بالماليات في الوقت المناسب، بتذلله العقبات، بتخلص له التصاريح، يعني هي منظومة كاملة ما هيش فرد. In hospitality industry, it is very important the teamwork. I see you have also very good communication with all your team. How important is the teamwork in construction business? بالنسبة للفريق الكونستراكشن اللي معايا في 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 سيستم موجود في العلاقات بالنسبة للعمل، لكن بره العمل فاحنا أصدقاء يعني أصحاب. المهم ان في الفه، والالفه دي هي اللي بتسبب في النجاح، ان ما حدش بيبخل لا بمجهود ولا بجهد في انه يحقق الهدف اللي انا بنبقى رسمينه من اول يوم. The business relations between Omran
and Orascom is going very well. As Moria, we have very developed a very healthy destination. How do you see Moria after 10 years, sir? موريا ان شاء الله افتر بعد 10 سنين موريا اتوقع انها هتكون اكبر توسعا. يعني اتوقع ان بعد 10 سنين لو احنا مخلصين دلوقتي 20% اتوقع بعد 10 سنين هنكون مخلصين 60% من الارض. After you finish the construction you go out and it's very difficult to see you in our hotel again. What is this? We all want to see you more here. يعني بعد ما بخلص الشغل انت عارف حضرتك شغلنا مجهد يعني بنبقى دايما بنصحى له احيانا بدري كتير بنخلص متاخر فعشان اجي اقعد في الاوتيل ما عنديش الوقت. So my last question is what are your suggestions any ideas to develop faster better to us. انا شايف ان احنا كلما اسرعنا في ترفيق الارض كلما رفعنا القيمه بتاعتها يعني ارض مرفقه غير ارض غير مرفقه فعندنا الحمد لله الاراضي وعندنا التصور اللي ليها من ترفيق الارض بقى من عمل بحيرات من عمل انفراستراكشر ميه كهرباء كله وتقسيمها الى مربعات صغيره هتتعمل فيها فيلل انا شايف او فيلل او عمارات او حسب الرؤيه اللي شايفاها الشركه. Thank you for your participation. شكرا ربنا يخليك شكرا. Thank you.